حيوان الآياري مع انتفاخ العينين والأذنين يا عم اللي حط قطر يا عم ما يعرفهاش وخصولات من الشعر الكرتوني وأنا شعر يا حرير. يمكن للآياري أن تطاردك بالتأكيد في أحلامك. لا لا تخافوا فهي مجرد تبدو مرعبة، تعتبر في علم الأحياء أحد وحدات التصنيف الحيوي الأساسية، وهي رتبة رسمية في علم التصنيف، وهي من الحيوانات الليلية الرئيسية في العالم. لكنها لا تتسكع لتخيف الآخرين، فقد تبحث عن الحشرات والورقات. سحلية التنين، تتغذى على الحشرات بشكل رئيسي، يعني معفنة يعني، وهي نوع من السحالي التي وجدت أساسا في شمال أستراليا، وتعتبر إلى حد كبير شجرية عاملة دايت يعني، تقضي معظم وقتها في الأشجار. شمس بقى. يبلغ متوسط طولها 85 سم. ليه يا عمي؟ يعني متر كامل. زرافة دي ولا إيه؟ وهي سحلية سريعة جدا عندما تسير على قدميها. يا عم شغل السيرك ده. البغبغاء البومة، يعني بغبغان ولا بومة؟ موطنها الأصلي في نيوزيلندا، وتعتبر من أثقل البغبغاوات في العالم، وهي النوع الوحيد من البغبغاء الذي لا يطير. أكيد ما أثقل الحيوان في العالم يعني. تأكل وتنام. البغبغاء البومة ينشط ليلا ويعيش على الأرض لعدم مقدرته على الطيران. معاك. وتعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض. لازم انقرض من كتر الأكل اللي بيأكله.